الو، انا سيدك وتاج راسك حمزه البسيوني. انت في انهي داهيه؟ داهيه المنافس سعد. على فكره سعد ده يبقى لا بلاش. اسمعيني كويس، انا عاوز بكره عربيه تيجي تاخدني من هنا من البيت توديني القناه. طب ما ده الطبيعي، ايه المشكله يعني؟ ولما هو الطبيعي ما قلتيش ليه قبل كده يا حماره؟ عشان من اول ما البرنامج يبدا هعمل كده. بكره ده اجتماع تعارف ليك مع الناس اللي هناك وبس. برضو عربيه تيجي تاخدني من هنا، انا مش هركب معاكي تاني. انت المفروض تتعامل معايا احسن من كده لو سمحت. ايه الدوشه اللي حواليك دي؟ انت في حفله طهور؟ خطوبه واحده صاحبتك؟ عقبال ما يجي حمار يشيلك انت الاخرى. ما طبعا انت كبيرك عربجي، يعني مين ممكن يفكر فيك غير كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ يخرب بيتك انت عامل كده ليه؟ بتجري كده ليه؟ في حد بيجري وراك؟ لا انا عندي ميعاد مع معاليك، مش عايز اتاخر. انت جاي منين؟ الشباك. يخرب كسرت الشباك وعديت؟ انت مجنون ياض؟ شباك ليه؟ في ايه؟ ها؟ مالك في ايه؟ سامع الصوت ده؟ صوت ايه؟ الصوت ده؟ تك 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 تك. اه سامعه؟ ده صوت الساعة. هتجنني؟ انت مجنون؟ جننت امي معاك يا اخي. حق على اللي عايز احميك. ماشي خلاص يا عم انا راحل. راحل؟ نايل اقعد. طب فاضي الفترة الجاية؟ لا طبعا فاضي. معاليك ليه؟ عايزني في حاجة؟ عايزك في حاجة مهمة جدا. خير؟ سامع الصوت ده؟ صوت ايه؟ تشك 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 تشك. هيجنني ده الساعة. يا راجل طمنتني. الله يلعنك. الله الكيكة حلوة قوي يا هبة، تسلم ايديكي. هو انا عملت حاجة؟ انت اللي عملتيها يا حبيبتي. انت نفسك حلو في الاكل، زي ما انت كده حلوه معانا في البيت ومديله روح. انت بتشوفيني حلوه يا ماما؟ انا ما بشوفش نفسي كده خالص يا حبيبتي. انت اي مكان بتروحيني بتخليه حلو. انا لو منك او ملبس واروح الخطوبه بتاعت جان صاحبتك. معلش نفسي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. تعالى خد حته كيكه وحلي بقك. احلي بقي؟ كيكة ايه يا ام كيكة؟ خدي يا اختي خدي، دول شوية عكاوي اعملهم لنا. يلا كيت، وخلي بالك في كوارع من امبارح، اوعى يكون حد كالها. ايه يا حبيبتي وانت جاية بدري ليه؟ انا ما روحتش اصلا. ليه؟ ايه اللي مضايقك؟ لا تعبانة شوية يا بيت. وانا ما اعرفكيش يا بيت لما كوني تعبانة. ها؟ لازم حد يزعلك. امك اسمعي، لو امك دي زعلتك انزلي على طول سيبيها لوحدها. يا حاج وانا اقدر ازعلها؟ هي اللي صاحيه فاكلها كده اهو، حتى صاحبتها النهارده خطوبتها ومش عايزه تروح. ايه ده؟ لا 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 يا حبيبتي، انت لازم تشوفي صاحبتك. انا لما بكون متضايق
أو زعلان؟ ها؟ أنزل أشوف الناس اللي بيحبوني عشان هم دول اللي يستحملوا قرفي ومضايقتي. يلا قومي انزلي يلا. عشان كده أنا قاعدة معاكم، مش أنتوا بتحبوني؟ غلبتيني غلبتيني. طب بقى بالآخر كده أنا عايز أقعد مع عمك. أنا متضايق قرفان زهقان مقهور وعايز أقعد مع عمك شوية. وانت عايز تاكل كوارع وبعدين تقعد مع ماما ولا ايه؟ يا بنت يا بنت الادب. ها؟ طب عشان كده بقى لازم تنزلي تروحي لاصحابك. ها؟ مش هترجعي البيت الا لما تروحي لاصحابك وتيجي تاني. بص عليك يا عبد، وتطردني من بيتي؟ اطردك من بيتي والعربيه واقفه في الشارع. ها؟ وهكلم السواق ياخدك ويستناك. يلا قد كده عايز تروق؟ اروق انا هروقك يا بنت انا هروق. في داهيه الكوارع. ليه الكوارع يا مهيبه؟ يلا يا اختي اعملي الكوارع. يلا 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 يا حاج. مش كده يا حاج، هقولها كده. يلا يا حاج، يلا يا جميل، يلا يا سكر. كله في العنكة نايس. ايوه كده يا حاج، ما يجيبهاش الا رجالها وان شاء الله هتجيبها لولاد النسوان. يا وليه سيبيني الشغل، سيبيني كل اللي ورايا وتقولي لي تعالى خرج البيت عشان تصلح نفسويتها. ها؟ واحنا لينا غيرها يا حاج؟ طبعا مالناش غيرها. نزلت وسابت لنا الجو، الجو يا حلاوي يا حلاوي الجو. حاج مش كده يا حاج؟ الله ايه يا ولاد هتعملي لي؟ مش فاهمه 35 سنه وانا فاهمك ايه الفرق بين المفهوميه والغباء وقله المفهوميه، ومش عايزه تفهمي. فاهمه؟ فهمني يا حاج. افهمك يا جميل. تعالي بقى ايه قبل ما الحكاوي تخلص. ها؟ اقول لك كلمه سر، كلمه سر يا حاج يا شقي. يا ولية حصل لك نفسي مش معقول كده يا حاج، خليني اعمل الحكاوي. يا عم انت فاهم اهو يا جميل. يا حاج بقى من اقول لك تعالي. مش معقول كده يا حاج. بنتي مش معقول. تعالي يا اختي تعالي. مالك؟ مبسوط. كويس انك مبسوط. يا رب تبقى انت كمان مبسوطة. أخبارك إيه مع سيدي؟ ما بيبلش السيرة دي، ما تشاهد يا بنتي. احكي لي طيب، طمنيني. عم هاي هاي ازيك؟ هاي سيف ازيك؟ أنت فينك يا عم؟ موجود. اسمحي لي بالرقصة دي؟ أوه يا بختك يا عم. ايه بقى؟ يعني ايه؟ هو في كده؟ انت ايه اللي جابك؟ عايز ايه؟ حبيتش اسيبك لوحدك. يا سلام، ما انا طول عمري لوحدي. عارفه مشكلتي معاك ايه يا هديل؟ ايه؟ اني ما حبيتش غيرك ولا هعرف احب غيرك. يعني حاولت وما عرفتش؟ حتى لو حاولت مش هعرف. انا مفيش في حياتي غيرك. ايه
توبة بجد والله والله كنت متأكدة إنك جاية. زهقت من قعدة البيت قلت أجي. أنت كويسة؟ آه تمام يا حاجة. بأكلي مين أصلاً؟ هديل بس بترقص ورا مع سيف. ماشي حاجة. مبروك يا مدام، عقبال الفرح إن شاء الله. الله يبارك فيكي. هو حبيبي. يا ابني بعيدة. وبعدين بقولك ايه، انت تجيني الاجزخانة بكرة الصبح عشان نتفاهم بشكل افضل. خير خير. يلا انا طب وهي ما عندهاش لعب خالص يا فاطمة؟ لا دي عندها لعب كتير قوي بس لمتهم كلهم هنا من بعد ما مامتها مات. طب وهي عملت كده ليه؟ والله احنا ما نعرفش بس من بعد ما مامتها ماتت بكام يوم كده قعدت تعيط كتير ومبقتش طايقه تشوف اللعب دي تاني. اهي العروسه دي بقى كانت معاها ساعه الحادثه، حكم هي كانت دي كانت مع مامتها لما توفت. انا عارفه. طب وهي ايه اكتر مكان ما بتحبوش هنا في البيت؟ المطبخ، ما بتطقش تشوف الاكل وهو بيتعمل. طيب يا فاطمة روحي انتي ناديلي هنا وأول ما اندهلك تعالي على طول. حاضر. طب استني أنا هوريكي حاجة. فاطمة! نعم. ايه؟ تعالي. حاضر. ممكن تقعدي معانا؟ طبعا. قولي لي يا فاطمه، عرفتي ازاي عن حاجه اسمها البيريد؟ شوفي يا استاذه، انا اما الله يرحمها ماتت من وانا عندي 7 سنين، ومن ساعتها ابويا بقى اللي بيفهمني كل حاجه انا مش فاهماها. وابوكي قال لك ايه بقى؟ قال لي يا بنتي يا فاطمه افرحي بقى، انت خلاص كبرتي. حكيم انا كنت خايفه قوي. خايفه من ايه؟ يعني مش خايفه بس يعني كنت متاخده كده، كنت عيله بقى. ماشي، قال لك ايه بقى كمان؟ قال لي بصي يا بنت انت دلوقتي خلاص ينفع تبقي ام. قلت له ازاي بس يابا ده انا لسه صغيره. قال لي يا بنت ما هو جسمك ده ربنا بيعده من دلوقتي لحد ما تتجوزي، علشان ايه انت خلاص كده دلوقتي بقيتي كبيره ولازم عقلك يكبر زي ما جسمك كبر عشان تبقي قد المسؤوليه. قلت له حاضر يابا. كملي. بس يا استاذه وبعدين بقى من ساعتها كل ما لمؤاخذه كده تجيلي افتكر بقى الكلام بتاع ابويا، والفرحه بقى ما بقتش سيعان لما خلفت بناتي شوشو وخديجه، قلت لهم نفس الكلام اللي ابويا قاله لي وبس. شفتي بقى يا ستي كلنا عدينا بالمرحله دي. طب هو ليه يعني ربنا ما يعملش الموضوع ده من غير دم؟ يا حبيبتي ده الدم ده فاسد، ده ربنا سبحانه وتعالى بيطهر جسمنا كده من تلقاء نفسه. هنونه الدم في جسمنا هو الحياه. الله ينور عليك يا استاذه. مش يا بنتي لما بيبقى في واحد مفروس كده من واحد بيقول له يلا اللي ما عندكش دم، صح يا استاذه؟ صح يا فاطمه. ميرسي يا فاطمه.
على ايه بس يا استاذه؟ والله دي هنا دي زي بنتي، بس هي اللي ما بتدينيش فرصه. ايوه عشان انت رغايه قوي. هنا شكرا يا استهانة. بس يا فاطمه. العفو يا استاذ. ايه ما ينفعش تكلمي حد اكبر منك كده. انا بعملها كويس بس هي فعلا رغايه قوي. برضو ما ينفعش. ماشي سارة، هو ينفع تيجي تقعدي معايا دايما عشان حاسه انك قدي؟ انا اللي حاسه ان انت قدي. والله العظيم يا هنا ان شاء الله هتكبري هتبقي شاطره جدا. طب على فكره احنا ما لعبناش النهارده. انا كمان حفظت جزء كبير من النوتة. مش مشكله، هجيلك بكره ناكل مع بعض ونلعب بيها. اوكي اوكي اوكي. باي حياتي، بحبك. باي. طبعا احنا مجتمعين النهارده عشان اعرفكم بحمزه بيلبسيوني نجم المحطه الجديد. اتشرفنا بيك يا فندم. اعرفك بالزملاء طبعا، مدام سناء رئيس تحرير البرنامج. ومراتك. ومراتي اه. اللي قولي لي يا مدام سناء، هو انت اشتغلتي في المحطه عشان مراته ولا عشان انت سناء؟ اكيد عشان انا سناء. انا في المحطه من قبل ما شريف يكون موجود. اه اوكي. يبقى انت اللي اشتغلت عشان هي سناء. ما علينا. احب اعرفكم يا جماعه بالاستاذه ايه، دي البروديوسر الجديد اللي معانا في القناه، وانا اتشرفت جدا انها هتمسك البرنامج. وانا كمان سعيده بوجودي معاكم. الدكتوره فوزيه العقاد والاستاذه ماهي شوقي، طبعا غنيه عن التعريف. اكيد طبعا. معانا طبعا كمان الاستاذ هشام عبد الحميد، ده البروديوسر بتاع البرنامج. هو الراجل تطوع ان هو يجي النهارده عشان يشرح لك طبعا هو كان البرنامج ماشي ازاي والسيستم بتاعه كان عامل ايه. هشام بيساعده فتحي، وانا برجح ان فتحي يكمل معاكي. زين. المساعد بتاعي ورئيس تحرير فقرتي. مين زين ده؟ مش خلاصي. ما جبتيش سيرته قبل كده. قلت لك المساعد بتاعي. الاستاذ هشام طبعا من الناس المتميزه عندنا، هيشرح لك ايه اللي بيحصل بالظبط. البرنامج الفورمات بتاعه هيكون عبارة عن 3 سيجمنت. أول سيجمنت الدكتورة والأستاذة بيعملوا انترودكشن لطيف كده بيشرحوا فيه إيه اللي موجود في الحلقة. وكنا عاملين بلف ظريف كده، يعني إن إحنا ممكن نطرح في بداية الحلقة المواضيع اللي إحنا ممكن نتكلم فيها. بعد كده في فوت، الفوت ده بيبقى مدته حوالي 10 دقايق، هي مدة السيجمنت الأول. نعرف الناس عايزة تتكلم في إيه النهاردة يعني. والفوت ده حقيقي ولا لأ؟ لا طبعا ده بلح. يعني ايه بلح؟ مش فاهم. بلح يعني فيك مش حقيقي، لاننا اصلا بنكون مختارين المواضيع وعارفين مين الضيوف من الاول. طب لما هو ملوش لازمه موجود ليه اصلا؟ نوع من انواع التواصل مع الناس، وبعدين الاس ام اس بفلوس وده كويس للقناه. ودي حاجه مفيده جدا بالنسبه لنا. ايه بس انا شايفه ان هو مش حقيقي، يعني ما اعتقدش ان احنا محتاجينه يعني. ما علينا. تم. السيجمنت الثاني بيكون للأستاذة ماهي، هي اللي بتقدمه. الأستاذة ماهي؟ في حاجة يا أستاذ؟ لا لا مش حاجة، العكس. إيش يا جماعة، أصل هو الزمن وسخ. ويا ترى الأستاذة ماهي هتقدم إيه؟ الكاميرا الخفية؟ دي إهانة وأنا مستحيل أقبلها. والله وكبير ده جميل وبين أنا أقول تماماً يا جمل. ألف سلام. كوز مية. كوز لا مش هينفع ده. مش هي كوز مية بسرعة. أنا مش فاهماك. ماشي. يا جماعة اهدوا بعد إذنكم. أستاذ حمزة خلينا نكمل شرح البرنامج. أنا آسف آسف على المقاطعة، اتفضل. اتفضل يا شيخ. أستاذة ماهي بتناقش قضية ليها دعوة بمشاكل الست المصرية، بس مشاكل قانونية يعني، فيها جانب قانوني كده أكتر. السيجمنت الثالث بقى الدكتورة فوزية العقاد بتجيب مشكلة لحد مش معروف، أي حد يعني، أي واحدة كده، وبتتكلم فيها وتناقشها بجانب نفسي شوية. طيب يا جماعة أنا هسيبكم بقى تكملوا مع سناء، لأني عندي شوية اجتماعات مهمة. رئيسة التحرير؟ آه. ومراتك؟ ومراتي يا حمزه بيه. اوكي. على اذنك.
في ايه؟ عايزاك تيجي لي على الاوتيل دلوقتي. ايه اللي حصل؟ تعالى بس مش هينفع في التليفون. ماشي. غيري هدومك ومسافة السكة جاية. أنا ظهري اتقطم بالبتاعة دي، مش هنام على الكنبة تاني. معلش يا حبيبي استحمل. استحمل ليه؟ أنت بتعاقبيني؟ أنا أقدر. طب بصي، وخليني أنام على السرير جنبك، وأنا والله أوعدك لا حاجة جنبك ولا المسك. يا سلام يا سلام، حد قال لك عليا قبلة؟ ما تقلقش يا حبيبي، أنا هلاقي حل. لا، الحل ده مع نفسك. أنا مش هنام على الكنبة تاني، أنا هنام على السرير. عايزة تيجي أنت هنا؟ أنت حر. ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ يعني تنام انت على السرير وتسيب مراتك مرميه على الكنبه؟ بقى دي رجوله برضو؟ يا سلام، انت رايح فين؟ انت اجازه النهارده؟ عندي مشوار. مع مين؟ مع واحد صاحبي. مين صاحبك؟ ايوه، المعلم عطو بتاع الموتوسيكلات. ماشي يا سيف ماشي، بس خلي بالك خلي بالك. شعوايدك يعني تسالي؟ اوعى تكوني بتغيري عليا. انا غير؟ ايه ده؟ امال لو كنت بشعر؟ طب بتسالي ليه؟ انا حر، مش انا مراتك؟ المفروض ان انا اسالك تجاوب على طول. شعر يا عبد زنجي. زنجي؟ هو بقى ده النظام؟ هو ده حد يخرج يوم اجازته مع واحد اسمه عدوى؟ انت قاعد لوحدك ليه؟ فين شريف؟ انا عم استناه الصبح. طب اتفضل. ايه ده؟ ده عشاني؟ لا مش علشانك، دي علشاننا. عشان طب يا ستي مبروك على الخطوبه. الله يبارك فيك. يبارك فيك. يا هتتجوزي امتى بقى وتجيبي عيال بقى وزيطه وتدوشين وحاجات؟ ايه ده ايه ده، لسه بدري قوي على الموضوع ده. بدري ايه؟ لا، انت ما دام دخلت التراك ده يبقى لازم تنجزي وبسرعه. ايه وجهه النظر الغريبه دي؟ وجهه النظر ان هم بيقولوا ان ايه ده؟ ان هم بيقولوا ان الخطوبه لما بتطول بتجيب مشاكل. هم بيقولوا كده. هم مين اللي بيقولوا كده؟ اوف، ما انا عارف. عشان انا عارف دلوقتي ان انا هطلع عشان الشريف. اوكي، اما يجي بقى يقولوا ان انا جيت. خلاص مستنيك. كفايه. الو، انا لسه خارج من عند ابوكي من الصيدليه. ليه؟ كان في حاجه؟ عايز نعمله خريطه الطريق، هنعمل ايه بالظبط لغايه ما نتجوز؟ طب ما هو عادي طبيعي انه يسالك. اللي مش طبيعي بقى انه عايزني ابيع شقه التجمع واجيب شقه في مصر الجديده. غريبه قوي دي. يعني انت ما تعرفيش؟ لا بجد يا عماد صدقني انا ما اعرفش، بس قولي ايه المشكله؟ المشكله في ايه؟ ابيع شقه التجمع انا ازاي واجيب شقه؟ اجيب شقه في مصر الجديده منين؟ انت عارفه اقل شقه في مصر الجديده بكام؟ وبعدين هو ليه اصلا راجع معايا في كلامه؟ ده ايه القرف ده؟ انا ناقص. خلاص يا عماد، لما نتقابل نبقى نتكلم. مش خلاص، اتكلمي معايا وفهمي ازاي يرجع معايا في كلامه. عماد عندي شغل. يولع الشغل. سلام يا عماد. جان، انا سمعت طبعا كل اللي انتوا عملتوه في البرنامج، وبصراحه كل شيء جميل. زين. اخشى يا عماد. يا استاذ حمزه، زينهم ده صعب جدا. مين زين ده؟ اخلصي قولي يا حبيبي. خلاص كملي يا استاذه، مفيش حاجه حصلت. يا اتفضلي. يعني انا شايفه ان شكل البرنامج لازم يتغير، خصوصا طبعا بعد انضمام الاستاذ حمزه لينا. فاعتقد كده ان انا بفكر في فقره انترودكشن تجمعكم انتوا الثلاثه. مين الثلاثه؟ حضرتك يا استاذ حمزه واستاذه ماهي واستاذه فوزيه. هبتدي اتنرفز بقى. انا اتفق معاك يا ايه. اتفقوا انتوا براحتكم. لا، ما هو ده لازم يحصل. مفيش حاجه اسمها لازم يحصل، انا مش هطلع مع النسوان دول. حسن الفاظك يا حمزه بيه. بس يا وليه انت. انا ليه لازم اطلع معاهم؟ عشان لازم اربط الثلاث فقرات ببعض. مش مقتنع. ما تخافش اقنعك. انا مش خايف، انا خايف عليكم انتوا. اما بقى بالنسبه لفقره الفوت، انا شايفه ان ملهاش اي لازمه خالص، لانها فقره مش حقيقيه، وانا بحبش اضحك على الناس. طيب يا بنت البلد، انت كده عايزه مني حاجه تاني؟ اعتقد اني فهمتك على كل اللي بيحصل. فتحي، هتبقى مع الاستاذه على قوه البرنامج ده، والف مبروك. الله يبارك في حضرتك، عقبال عندك. وان شاء الله تخويه كده. ايه في ايه؟ ايه اللي بيتقال فيه؟ مش فاهم. شكرا يا هشام على مجهودك،
أوعدك إن أنا لو احتجت حاجة أكيد هتصل بيك وأرجع لك. يا سلام، أنت تأمري. أنت تأمري يا بنت البلد، عن إذنكم. أستاذ حمزة، أنت مجهز مواضيع لفقرة حضرتك؟ الحقيقة أنا وزين مش هينفع يا جماعه، كده كفايه مستحمل ريحته. تحمل ريحته صعبه جدا. معلش ده اورجانيك، اهدى. ممكن افهم مين زين ده؟ كل شيء هتفضل سالي زين. ما انا مش قادره اصدق ان ده موجود معانا اصلا. مزاجي بمزاجي. الحقيقه انا وزين المساعد بتاعي سهرنا امبارح وقعدنا نفكر في حاجات كتيره قوي ملهاش اي لازمه طبعا. بس وصلت لحاجه مهمه جدا، حاجة تهم الناس كلها، وده اللي يهمني. شوفوا يا جماعة، أنا مش هقدم مواضيع، أنا هتكلم. لا أنا ما ينفعنيش ده، أنا لازم أعرف حضرتك هتتكلم في إيه. أيوة، ما هو زين هيديلك الموضوع ده يوم. هو مين زين؟ أنا قلت لا، زين ده مين أصلاً؟ أنا ما ينفعنيش الأسلوب ده في الشغل بصراحة. طب إيه اللي ينفعك؟ تقدم لي كل الفقرات كل أسبوع اللي أنت هتتكلم فيها. حاضر حاضر يا ليدر، بس بشرط. ايه؟ مش عايز اشتغل مع النسوان دول. لا لا لا، دي مش طريقة حوار. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اقر دي وقاحة. يلا في 60 داهية. وقاحة ايه يا مرة يا بنت خفاجة الاعور؟ اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، ما يصحش. ما انت شايفة انت قوم لك يا استاذ. لا سيبهم يغوروا في 60 داهية. ما تشوفوا لي برنامج غير البرنامج الزفت اللي هطلع فيه مع الستات دي. عارفين الدكتوره فوزيه اللي كانت قاعده هنا اللي بتقول عليها دكتوره نفسيه، مره سالتها سؤال كده بقول لها مين عباس العقاد؟ تخيل تقول لي ايه؟ ايه؟ شارع في مدينه نصر. تخيل. والله العظيم. الكاس كل اللي على رصيده بنزينه وبتاع. عايز اسال. سراج مول ومش عارف ايه. زباله. علب زباله. يا استاذ عبد، هو زين عارف مين عباس العقاد؟ مش مهم. طبعا زين يعرف. زين ده حقيقي، ده يعرف مكرم عبيد. تقول لي عباس العقاد بس ولا ايه يا زين؟ جوز بنت عمتي. مش معقول، مش معقول الحاجات بتتغير بالشكل ده. انت شاكه في حاجه يا انجي؟ الراجل فجاه مش عايز الكتاب وجايب واحده بدالي شغالها في المكتب، معقوله دي؟ تفتكري مرتضى هو اللي ورا الموضوع ده؟ اكيد يعني يا سيف. انا مش فاهم الراجل ده قاعد يلف ويدور وراكي ويراقبك كده ازاي؟ مش عارف عايز مني ايه. بصي، انت لازم تسيب الفندق ده النهارده. نفسي اشوف شقة محلولة. انا اعرف سمسار عنده شقق كويسة. انا مش عايزك تبقي قاعدة في مكان هو عارف انك فيه. مش عارفة اقولك ايه يا سيف. مش هنقول بقى كلام ملوش لازمة. بصي اطلعي حضري شنطتك واعملي تشيك اوت ونقدر نتحرك دلوقتي. اشرب الشاي؟ نشرب الشاي. ده ايه الفينش التحفه ده يا دينا؟ تلمستك بقى. هعمل ايه؟ طب هعمل ايه ده، انت طلعتي روحي. طب وانا على فكره؟ انت يا حبيبتي كنت اوكي من زمان. حلو قوي على فكره، تسلم ايدك. انا كانت مشكلتي هنا اللي راكبه شمال دي، مش عايزه تفهم، مش عايزه تتعلم. كان مالك يا دينا حبيبتي؟ ما خلاص بقى، خلاص. على فكره يا جماعه، النهارده نقدر نقول انه الكورس بتاعكم خلص. تقدر كل واحدة بقى منكم تشق طريقها وتبدأ، وجود لك. بس يا ريت ما نبقاش منافسين زبالة لبعض، عيب. شوف أنا اللي معلماكوا المهنة. لا أنا عايزة أكمل. وأنا كمان بقول لك أنا هفضل معاكي لغاية ما أخلف. إيه ده؟ لحد ما تخلفي؟ ده كتير قوي يا دينا. بطلي. أنت هتجيبي ولد ولا بنت؟ لسه مش عارفة، هعرف الشهر الجاي. هقول لك ولد بنت مش مهم. هو أصلا المهم إن صحتها تبقى كويسة. يا رب. هو اصلا في حد بيفكر في ولد ولا بنت؟ جوزي كده، رغم انه اصلا ما كانش عايز عيل دلوقتي، بس اول يعني ما اتفقنا ان احنا نسيب العمليه تمشي لوحدها، عايز ولد. ليه ان شاء الله؟ ومالها البنات؟ انا بحب البنات. انا بموت في البنات. كمان تبقى حبيبه باباها كده ويملوا البيت على بعض. السلام عليكم يا استاذه. ازيك يا راجل يا طيب؟ الحمد لله. الحاجه الحمد لله بخير والله. وازاي بنتك اللي مدوخك دايما؟ تعباني قوي يا استاذه. هو انت يا راجل كل ما تشوفني لازم تشتكي لي منها؟ ما تنساش لو سمحت انها تربيه ايدي. ما هو ده اللي حاميها يا استاذه. كل ما تعمل اي حاجه ولا اقول لها اي حاجه تقول لي الاستاذه هدير بتعمل كذا، بتسوي كذا، مش عارف اعمل لها ايه. انا محفظاها. ربنا يخليكي لينا. شوف كنا لسه بنجيب في سيره مين. ايه يا بنتي يا غلسه انت؟ وحشتيني ما بتجيش ليه؟ ازيك يا استاذه؟
لو بابا جنبك ما تقولوش انا بقولك ايه. ليه كده طيب؟ ليه؟ لازم اشوفك ضروري جدا، انا في مشكله كبيره جدا. خلاص اوكي، انا هبقى اشوفك. اوكي باي باي. هي مش كده؟ لا. عايزاك تكلمي لي الناس بتوع المعرض، عايزه اعرض معاهم. بس الوقت بيتهيألي اتاخر اننا نحجز. طب اطلبيهم واسالي، ولو اوكي قولي لي. حاضر. ماشي. عايزه مني حاجه يا ست هنا؟ تزعليش بقى مني يا فاطمه، انا اسفه. ماشي، انا اصلا ما اقدرش ازعل منه، ده انت حبيبتي. قولي لي بقى عايزه تاكلي ايه؟ انا عامله لك النهارده لحمه بانيه، وعامله لك اكل كتير قوي حلو. طافي؟ اه يا حبيبتي، وحشتيني يا حبيبتي قوي قوي قوي. طب هحضر لك بقى الاكل انا. اه انا هاكل انا وهنا مع بعض. طافي، انا كنت عايزه اسالك على حاجه كده. طبعا يا حبيبتي، تعالي. ايه عايز تساليني على ايه؟ هو انت برضو لما كبرت جات لك البيريود؟ ايه؟ لا, لا يا حبيبتي، الولد بيحصل له حاجات تانية خالص غير البنت لما بيكبر ويبلغ. خفت يعني؟ بصي يا حبيبتي، مفيش اي حاجة ربنا بيعملها في جسمنا تخوف خالص، بالعكس بقى انا كنت فرحان ان انا كبرت كده وطلع لي شنب. بجد كنت فرحان؟ اه، بس انت مش عوايدك يعني تسالي الاسئلة دي. تزعلت ولا ايه؟ بالعكس يا حبيبتي، انا عايزك لما تكوني عايزه تعرفي اي حاجه تساليني على طول في اي حاجه. اي حاجه؟ اي حاجه يعني؟ اي حاجه اي حاجه. طب هو ايه الفرق ما بين الولد والبنت في جسمهم، وازاي البنت تجيب بيبي علشان عايزه اجيب واحد؟ هي ساره جت النهارده ولا ايه؟ الو جان العروسه العسل. ايوه. ايه ايوه دي؟ ايه يما مالك؟ مال صوتك؟ قرف بعيد عنك. انت لحقتوا تتخانقوا؟ حاجة تقرف. الله يا نكدية. طب بقولك ايه؟ ما تيجوا نتقابل النهاردة أنا وأنتي والعيال. ماشي، هكلم العيال ونعمل كده. خلاص، وأنا هكلم سارة. أوكي، باي. إيه؟ في إيه؟ احكيلي، ما تخافيش أبوكي مشي. دي أنا خايفة أوي. ليه يا بت؟ بقولك أبوكي مشي. هادي، لأن نمت مع أنور. يا نهار اسود. طب ممكن تهدي شوية وتفهميني في إيه؟ مفيش كلام تاني، خلاص أنا ما بقتش بنت. طب وأنور فين؟ سافر. سافر؟ يعني إيه؟ ما كنتش أعرف إن هو مسافر. كلمت أهله وقالوا لي إن هو سافر إيطاليا عشان يشتغل. أعمل إيه؟ أقول لأبويا إيه؟ اضربي اضربي. أنتِ عملتي كده ليه؟ عملتي كده ليه؟ عملتي كده ليه؟ كسرتي أبوكي ليه؟ أبوكي غلبان. آسفة آسفة.